تمام. انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمة لا مش كده، انا جيت ومش هحلك الا لما اخد البضاعة. هو ده الكلام؟ لا 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 ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعة؟ وانا اوريك البضاعة ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا انا مش ورايا ابعد، انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعة واجي. بولاق؟ انت مكمرة البضاعة بشقتك في بولاق؟ اه، امال يعني هكمرها فين؟ انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعة واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود، قال لي الفلوس موجودة هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة ابن عم. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة وقطورها لحد ما ترد المواطن. أمين. حاضر يا معلم، أكلمك في كل محطة كمان. ماشي، سلام يا كبير، بالسلامة. هات مفتاح المكنة. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. سلام. حلقة عظمة. إيه؟ يطلع لابوك بقى عصام واساله، القصه دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحده اسمها عسليه ساكنه هنا، مش ده بيتها؟ هو دور الارض. بس الشقه فاضيه مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسليه طفشانه بقالها شهور. انت بتسال عليها ليه؟ انت ما تعرفش اختها فين؟ فتون غطسانه بقالها يومين ثلاثه. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني ايه بس؟ شكري يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سرقه. خش جوه. مش افتح. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشقه يا ابني؟ ها؟ ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسليه بتاعت القاهره هي زينب بتاع اسكندريه؟ عرفت من واحده كده. ايوه، مين الواحده دي؟ واحده ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جايه تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسليه دي مره واحده قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسليه دي هنا وموجوده في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5,000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا؟ انت عرفت منين؟ دي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح.
مظبوط نصاب، بس برضه مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. الكوبانيه اللي اتعملت عليا يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟ يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهاده الميلاد ولا البطاقه اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحرق بيتهم في بولاق. فلما نزلت اسكندريه عملت شهاده ميلاد وبطاقه وكده وعملنا لها فيش وتشبيه. وطلعت ما لهاش حاجه. هي مش متسجله عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد بس غتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقى عمري. ان شاء الله هرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس هي عمري. من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هرجعها ان شاء الله، بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد يا لبنى تعالي. بس هاي يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك، عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي. اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هات لها ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت تفضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي نبيل، هات لي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سياده اللواء انا مكسوف منك، كل مره اكلمك ابقى عايز منك خدمه. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد اذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكله ولا حاجه، شايلينك للتقيل. دي واحده قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هاتي القهوه بتاعتي جوه. تؤمر يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه التليفون وارجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شعبية. جميلة. ايوه سمير، لا خليك زي ما انت. هي مش جاية، انا في المقطم وراجع. سلام. تبقى حلقت لنا. انا بتكذب عليا عشان تغلص مني، والهيروين مش في بيتها، في حتة تانية. انت بتأكدني البلوزة يا رضا؟ هو ده تمثال الاثار اللي انت قلتلي عليه؟ ايه وليا؟ في ايه وليا؟ انت هتولوليلي في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعاده. والنبي انت ما هتجيبها لبره، واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني ما انا عدالك في البيت. في داهيه. ماشي يا رضا، ماشي يا رضا، انا هوريه. بس يلا يا سهر، يلا يا عيال، يلا يا شاهيناز، يلا يا بنت، يلا يلا يا اولاد، خلى ابوكوا في الهرم بتاعه. يلا يلا بينا، مالناش عود هنا. يلا غنوة، خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعدة دلوقتي في وقت متأخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت. والله ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم، هاتي من الاخر، عايزة ايه يا فتون؟ عايزة منك خدمة صغيرة بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تسألي سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امة محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون، هروح لعلي.
بس دي بقى اخر خدمه هعملها لك فتون. انا مش عايزه مشاكل. ونعمه اخر خدمه. انا مش بتاعه مشاكل. مش عايزه مشاكل والله. ماشي يلا بينا نروح على البيت. طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها؟ جعان. وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ لا يخرب بيت سنك فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا. انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئه. يلا يا راي. ايه يا صلاح؟ لسه في القاهره. مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. هي قالت لك انها خايفه تيجي تزورني؟ ايوه، وخايفه كمان تيجي لانت تضربها. اضربها؟ انت جايه ليه؟ اصل هي قالت لي اقول لك انها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تزور. مين؟ انت بتهزري؟ انا ما اعرفش حاجه. هي اللي قالت لي اقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان ان هي عندها بسبوسه من اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. فيتون بتقول لك ان هي عندها طبق كبير من البسبوسه الحلوه اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. وبتقول لك كمان ان هي اخدته من انسي. وهي دلوقتي محتاره ومش عارفه توديه فين او تديه لمين. يا نهار ابوك يا اسود يا فتون. يا نهار ابوك يا اسود. يا عم انسي، يا عم انسي. انا تمام. فهمني بس، انت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ انا من صباحيه ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي. لا عارف انزل اجيب اكل ولا عارف انزل اجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقه مني قميص. انا متعور في كتير يعني. لو ما خدتهمش لحم من جدتكوا احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ جعان ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب والنبي يا عم انس، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو اكلت الموزه. شد ده انا هشبعك موز. ابو شكلك زبالة وطي. كده انتي لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته ثلاث ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير. انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انتي بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما رحت لعلي قلت له الصيني اللي انتي بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرده ما رسانيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه. اديكي رحتي وخلاص. فتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، هو انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه؟ انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله. يوم ما اتجوزت استني استني. مين؟ طبنا مين يا اختي؟
يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص برضه مش مصدقاك يا فتو. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرش وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتوم، انا بصراحه زهقت من مشاكلك. من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي، كمان مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون احطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبل انا يا بت، يعني اديكي تليفوني واتقطع انا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوزه ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. طب ولو بعته بقى البنت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها. طب بامانه كده سرقتي مني؟ خراسي الا سرقه دي، دي عمولتي في صفقة كبيرة. طب بالنسبة لنصيبي في عمولة الصفقة الكبيرة لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل ابيعه؟ ها هتقعديني ولا اقوم امشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي دي يا اختي وهتشربي احلى كوباية شاي. ربنا يستر عليكم وصحتنا الله. هاي يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص، عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي، انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. بالراحه، اهدى على نفسك شويه يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع اللي بره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صحيح انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطه قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صحيح. عايز تليفون؟ اعتبره حصل يا اخويا. قال كمال انزل شوف لي مين نبطش النهارده بسرعه. فتون، ايه ده؟ فتون انت يا بنتي. علي على التليفون، قومي انت مقتوله. علي علي علي، مش لو بتحسيش إيه؟ انت نايمه وانا هتجنن هنا؟ انت عارفه عملت ايه؟ انت عارفه لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجعي الحاجه بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يا علي. بقول لك ايه يا اختي؟ سكه بقى شويه كده، عايزه اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكه في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونه وغبيه. ها انا غلطانه وبنت ستينجر، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لانسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معايا، شيلوني البضاعه وركبوني قطر اسكندريه وانا هربت في رمسيس. راشد ده المفروض ان انا اللي مسؤوله منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قول لي علي، هو انت يعني عندك سكه تبيع بيها البضاعه ولا ادور انا على سكه؟ معي.
يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة، ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوه كده، هو ده الدكر بتاعي. أيوه حسسني إنك خايف عليا. مش من أول المكالمة دب 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 دب. مفيش ازيك، وحشتوني يا تونة. يا تنتونة إيه يا أخي؟ هو أنا كنت بايتة في حضنك؟ وحشني كلامك يا علي. تونة، عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا أخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة واحدة، قاعدة مستني. سلام يا أخويا. دي رسالة من اللواء شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة أربعة، في تسع أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات أربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه، صح؟ أهو. وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق؟ أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟ انت محسسني ان انا قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايز نسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعش غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز، وفي الاخر يا ستي اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك. احنا ملناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الايد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج، حاضر. يلا مدوا ايدكم كله. اتفضل. علي، علي. الو. يعني انت يا علي يا روي عايز تقول لي انك اتغفلت؟ يعني غنوه اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودره فين؟ انت شايلتها 3 كيلو وراشد وافقك على كده؟ ماشي، خد اقعد افتح السبيكر. يا علي، هي دي الرجوله؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربيه مع انسي في الامان؟ يا ذكر يا عرة القرايب يا قله. طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكره انسي سامعك وهو اللي شايلها الحاجه. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزني اقول له لا؟ فتون اكيد اكيد عندي خالي زينهم في شقته الجديده. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لما راحتش الشقه من اسبوعين. عندي خالي زينهم اللي فتون باتت عنده ساعه جوازك. ايوه فهمت، خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مرتني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجه بتاعت انسي. بقول لك ايه، هي كلمه بناهيه، من النهارده انا ماليش دعوه بيك ولا بمراتك. انت بتتني وتتفرد عليا عشان انا في السجن. حاضر يا راشد، اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه، فهم؟ صح. في ايه يا علي؟ مالك في ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح ما كانتش مراتك بنت المجنونه عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه هتخلص. ايه علي يا روي فين؟
هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي. تعرف العلوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي، مش هأذيها يا علي يا روي، بس كده يبقى ليه عندكوا اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون، ماشي. كابيلو، ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا، تحت امرك. لا، سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلام. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل، تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جاي لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة حاجة ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطة كبيرة قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعدة معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعدة معانا فين؟ فريدي وراها مصيبة. يا ابني لا، استني بس. اقعدي اقعدي، انت مش ماشية، تعالي بس اقعدي. يا اخي خلي عندك دم، في ايه تحرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج، انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده. على فكره انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت إيه ودنك ما عندكش احساس. مين اللي زعلك؟ ده يا في الربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اسأليهم. اسألهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. عمتها مش ضدك يا لبنى، والله العظيم انا مش ضدك، بس اي حد مكاني لازم يعرف انت جايه منين ووراك ايه. لا مش هتمشي، خليكي، وانا هدور لك على عمك ده تاني بجد.